خلينا نشوف ولاد صغيرين حلوين قوي، وشاف نماذج في العالم العربي كله حاجه حلوه قوي، وهم بيكسبوا كتير وناجحين، فبالتالي كونهم ناجحين لا يقلل من قيمه ما يفعلوه. بس بعد كده بيختفوا، ما بيلاقوش فرصه يطلعوا، لان الموضوع انت بتكلمي على شيء هم يفتقدوه. لازم تطلعي المغني او المطرب اللي داخل هذه المسابقه يبقى عندك جزء خاص هو بيختار ايه، هم بيختاروا له. لا ذوقه ايه هو اختار ده ليه، اختار الاغنيه دي ليه، عشان بيحبها ازاي. يعني انا بالنسبه لي الصوت قيمته تحدد مما يقول. ولذلك كل واحد فيهم هيطلع يغني اي حاجه للعظماء زي عبد الحليم وام كلثوم وعبد الوهاب وينجح ويكسر الدنيا، وبعدين يختفي. يختفي ليه؟ نتيجه ان هو مش عارف يختار لنفسه. طب يختار انهي لحن؟ يختار انهي موضوع؟ ما عندوش. طب يعني نصيحتك ايه للشباب دي؟ يعني في كتير قوي اصلا. نصيحتي للشباب يجب ان يكون هناك مثل عليا ليهم. هذه الاجيال ما عندهاش مثل اعلى. المثل الاعلى عندهم هو اللي بيرقص اكتر. ودي مش مثل عليا. استعراضيه. لا يعني انت عايزه تعيشي حياتك، تبقي متمتعه بنجاحك مع الناس ولا قيمه لك عند اي حد بيفكر بس عيشي. صح. لكن في يعني ما اقول لك عبد العزيز محمود الله يرحمه، هذا الرجل ايام عبد الوهاب، شوفي عبد الوهاب عامل ازاي. هذا الرجل كان بياخد في الفرح 1000 جنيه 1000 جنيه يعني كان الجنيه الذهب ب 97 قرش. النهارده الجنيه الذهب ب 5000 6000 جنيه، يبقى 5000 في 1000، الراجل ده بياخد 5 مليون في الفرح. ويحدد الفرح وقت ما هو عايز. عبد الوهاب؟ لا. ده عبد العزيز محمود. عبد العزيز محمود. عبد الوهاب. مش استاذ عبد الوهاب خالص. ولا ام كلثوم. ده استاذ عبد العزيز محمود. اللي هو كان بيغني يا تاكسي غرام. فانت بتتكلمي في واحد مكسر الدنيا. هل نصيب هذا الرجل مما كان يحقق من نجاحات في حياته هو نصيبه دلوقتي؟ لا. نصيبه ليه؟ لان المواضيع دي بتبقى حلوه قوي اثناء حياتك، اثناء ما انت بتغنيها واثناء نجاحها. سيد درويش اللي طلع في رمضان بعدم اذاعه اللي يظبط متلبس بيغني اغاني كانها تهمه، يترفض من المعهد. هو الراجل اللي بيتغنى دلوقتي تلاقيه في الثورات موجود، تلاقيه في اي مناسبه موجوده، تلاقيه موجود بشكل ما تصدقوش كانه عايش معاك. يعني انا عندي، وانا لما كان امريكا هددت برفض المعونه الامريكيه. انا رحت في الميدان، هقول لك موجود، وانا لو اي حد يكتب على اليوتيوب ايمان محروش يرفض المعونه الامريكيه، وانا بقول لهم عايزين معونه اسمعي لا. بقول لهم اسمعوا سيد درويش قال ايه؟ قال ايه؟ بتتكلمي في ميدان. فرحت مغني صفر يا بور اربط عندك نزلني في البلد دي بلا امريكا. فضلت اقول بلا امريكا بلا امريكا، هم بيقولوا ده بعد 100 سنه بيتغنى هذه الالحان وهذه العظمه كلها بعد 100 سنه. وبعدين تيجي تلاقي لسه قاري خبر مصورين بيت سيد درويش، ده جزاء سيد درويش ان يتم هدم بيته يبقى معمول للزباله. هذا هو جزاء سيد درويش عندما يرفع اسمه من مسرح سيد درويش في اسكندريه ليكون اوبرا اسكندريه. هل ده جزاء ولاد مصر اللي يضحوا بانفسهم في سبيل هذا الوطن؟ مات مسموم، مات مسموم للانجليز.